أخبار اليوم. السيسي للإسرائيليين: حان الوقت لإنهاء الصراع. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستظل على وفائها للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة العربية الرئيسية، وأن الدول العربية والصديقة لا يجب أن يأخذوا أمال الفلسطينيين الذين يعولون كثيرا على المجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بعدما أصابه من أضرار جسيمة خلال الحرب الأخيرة. ودعا السيسي إلى العمل لمنع استغلال البعض لمعاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق أغراضهم، مضيفا إن مصر دعمت المبادرات التي استهدفت تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ووجه السيسي نداء للإسرائيليين بأن الوقت قد حان لإنهاء الصراع دون إبطاء للوفاء بالحقوق وإقامة العدل حتى يعم الرخاء ويحصل الجميع الأمان. ولم تكتفي مصر بأن تمارس دورها سياسيا، بل امتد جهدها ليشمل البعد الإنساني عبر توفير احتياجات الأشقاء الفلسطينيين من المؤن الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير العلاج للجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية. وتظل مصر ملتزمة بوفائها للشعب الفلسطيني وبمساندة قضيته العادلة. القوات المسلحة تتمكن من ضبط كمية كبيرة من الهيروين والبانجو. تمكنت عناصر القوات المسلحة بنقطة كمين معدية الفردان شرق قناة السويس من ضبط عربة ملاكي يقودها شخص من الشيخ زويد محملة ب 21 كيلو من مادة الهيروين المخدرة. كما تمكنت عناصر القوات المسلحة بالقنطرة شرق من ضبط عربة نقل فنطاس وقود محملة بخمسة أطنان من نبات البانجو المخدر. وزير الدفاع تفقد قوات التدريب المشترك المصري الإماراتي. تفقد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القوات المشاركة في التدريب المشترك سهام الحق والتي تستضيفه دولة الإمارات منتصف الشهر الجاري، تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يشارك في التدريب عناصر من القوات المسلحة لكلا البلدين. يأتي ذلك في إطار حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون العسكري ودعم ركائز العمل العربي المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة. ويعد سهام الحق تدريب المشترك الثالث بأنشطة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين هذا العام، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الإماراتية في العديد من المجالات. صحيفة بريطانية تتهم مسؤولا قطريا بتمويل القاعدة وداعش. كشفت صحيفة ساندي تيليجراف ان احد الارهابيين الاعضاء في القاعدة عمل لصالح حكومة قطر، وان احد ممولي القاعدة تم توظيفه من قبل الحكومة القطرية على الرغم من اعلان الولايات المتحدة بصورة رسمية انه ارهابي. وقالت الصحيفة ان سالم حسن خليفة راشد الكوراري نقل مئات الالاف من الدولارات الى القاعدة عبر شبكة لتمويل الارهاب اثناء عمله في وزارة الداخلية القطرية، وان هذا الاكتشاف الجديد يزيد من الضغوط على قطر لوقف تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا. وبحسب الصحيفة فإن الاتهام يوجه لقطر إما بتمويل الإرهاب بصورة مباشرة أو بغض الطرف عن ممولي الإرهاب المقيمين على أرضها. أخبار اليوم.